أكد السيد نبراس محمد طالب رئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل حرص الهيئة على مراجعة وتطوير كافة الخدمات والإجراءات المقدمة بما يعزز بيئة العمل ويحسن تجربة المستخدم، حيث استكملت هيئة تنظيم سوق العمل تطوير 50 خدمة من بينها 26 خدمة مقدمة لأصحاب الأعمال و16 خدمة خاصة بالعمالة المنزلية و8 خدمات للعمالة الوافدة بهدف الإسهام في تحقيق التوجهات الحكومية ودعم الجهود المبذولة لتعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية للمملكة.